جاكلين إنها من مخلفات النخيل تقدم لنا قطع فنية بتبهر الجميع بتفاصيلها، قدرت كمان تقدم لنا حكايات جميلة جدلت أحداثها للسيدات اللي شاركتهم في جدل سعف النخيل، وكانت جديلة شعاع الأمل اللي رسم حلاوة أيامهم. معانا صفيناز صالح، أهلا بيكي، نورتينا في مصر. أهلا بحضرتك. احكي لنا الأول، أنت عرفتي هنا المكان إزاي مع جاكلين واستمرارك بقى؟ أنت الأول كنت مدربة لكن أنت أصريتي أن أنت تكملي هنا مع الفتيات. أولا أنا بدايتي ماسكة رأسي كانت وسط الناس اللي بتشتغل بالخوص. أنت من هنا من الفيوم؟ من الأعلام. من واحنا صغيرين كانت لعبتنا الزعف والعفش والحاجات دي. فطلعنا متمرسين فيها، مع مرور الوقت بنطور الاشكال بمساعده الناس اللي معانا، بقينا نطور الاشكال، بنعمل غرز جديده، بنعمل اشكال جديده، ضفاير جديده. انت عرفتي هنا المكان ازاي الاول لما عرفتي مهندسه المكان جاكلين؟ عرفنا الاستاذه جاكلين من خلال الجمعيات والتضامن الاجتماعي، وبدانا نتعامل وتعرفنا وبدانا. خدتي وقت على ما فكرتي ان انت تيجي؟ فكرتي ولا مجرد ان اتعرض عليكي جيتي على طول؟ الصراحه لا، هو انا بصراحه الناس دي شرف ان احنا نتعامل معاهم جدا. وغير كده احنا متمرسين في الموضوع، فاحنا يعتبر فريق واحد مكملين بعض. طيب انت الاول كنت مدربه هنا للفتيات، ولكن اصريتي ان انت كمان تبقي واحده من العاملات هنا في اطلاق براند جديد او براند باسمكم. الموضوع جه ازاي؟ جه ان احنا كلنا قاعدين بنكمل بعض. كل واحد فينا بيقوم بمهمة معينة في المجال فبنكمل بعض. الأستاذة جاكلين بتنزل لنا تصميمات جديدة، بتنزل لنا غرز جديدة، بتعلمنا أشكال جديدة، وأنا بتعامل مع الستات وبنكمل الوضع لأن أنا عايشة وسطيهم. أنا عايشة طيب وسط. طيب تخصص حضرتك يا أستاذة صفيناز يعني اللي هو الضفيرة اللي من النخيل، يعني أنا عايزة أشوف شكلها كده، يعني تكاد تكون إنها بسيطة لكن أنا عارفة إن هي صعبة قوي. إحنا كنا بنتكلم فأنت بتقولي دي من أصعب الحاجات. الضفيرة دي كبداية هي أول مرة تتعمل في مصر، اتعملت من خلالنا إحنا. هي جديدة لسه تقريبا ما حدش عملها. بتدخل حلية للشنط أو بتدخل حلية لشغل المسلة والزعف. هي بتضيف للشغل طلة جديدة وإضافة جديدة. بس شغل النخيل ده يعني المادة بنفسها تحس إنها جامدة، ما مش بتاخد وتدي. انت ازاي ان انت قادره تعملي طفيره وتاخدي وتدي مع الـ 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 الخامه نفسها؟ هو الموضوع مش صعب، هو الموضوع بسيط، بس كل الحكايه ان الزعفه طول ما هي لسه طريه في ايدك بتقدر تشكليها زي ما انت عايزه. وبترجع للايدين اللي طول الوقت شغاله. يعني هي لازم بيبقى ليها مواصفات معينه لما بتعمليها، مش كل الزعف النخيل ينفع؟ لازم يكون الزعف مقصوص ومبلول في ميه، وبعد كده بتسيبيه شويه، وبعد كده بتبداي تتعاملي معاه، بتبقى الزعفه في ايدك طريقه بتشكلها زي ما انت عايزه. مش بس جاكلين اللي قدرت مع مشروع تطوير الوحدات الإنتاجية ترسم حكايتها مع جريد النخيل، لكن غيرها الكثيرات اللي شكل إصرارهم على النجاح حكايات جميلة من حكايات مصرية. معانا إحدى المستفيدات آية محسن، أهلا بيكي يا آية، نورتينا في مصرية. المشروع كان الأول بادئ على تطوير يعني حرفة النخيل وإعادة يعني إعادة تطويرها وإحياء التراث، ولكن فكرة دمج حرفة النخيل مع حرف تانية زي مثلا الكروشيه. زي الكروشيه وفي التطريز وفي الجلد وفي كمان حضرتك ممكن نستخدم الخيش. الخيش ده قليل جدا لما حد بيستخدمه، بنعمل من الحاجات دي اكتر، ممكن تبقى شنط. ايوه احكي لي بقى قصة الكروشيه وازاي ان انتوا قدرتوا تدمجوا، وهل ده ينفع مع ده؟ ايوه ينفع طبعا. كروشيه مع النخيل ينفع؟ كروشيه مع النخيل. اصلا انا شايفه ان النخيل شويه يعني ناشف شويه. انما الكروشيه بيبقى شويه لين تمدد. ما هو لين، ما الكروشيه فيه منه حاجات كمان، في حضرتك في الصوف، في خيط الرافيا، ده بيبقى عباره عن ورق معالج، بيبقى ناشف شويه بس بيدي شكل حلو. يعني ممكن الواحد يستخدمه كباسكت، حاجات ديكورات مثلا، حاجات ممكن واحده تحطي فيها مكياج، ادوات مدرسيه للاولاد، باسكت للاطفال. عرفت ازاي بقى هنا المكان هنا ازاي؟ عن طريق استاذه جاكلين، كنت بدي كورس كروشيه حضرتك وقعدت تدوير المنتجات في الجمعيه. بعد كده هي جت في دوره التدريب، قالت لي تتعلمي الخوص،
بدات اتعلم اخد منها شنطه، بعد كده بدات اجرب ان اشتغل بخيط الصوف بخيط الرافيه. لما جيت ونزلتي مع باشمهندسه جاكلين المعارض، هل نزلتي بقى وشفتي ردود فعل الناس وهم بيشوفوا المنتجات؟ اكيد طبعا المنتجات؟ شفت ردود الفعل فرقت معايا كتير جدا. ازاي شفت مثلا في عميل انا عرفت كده دلوقتي هو عايز ايه بالظبط، السوق محتاج ايه، الحاجات ممكن في شغل معين يناسب اعمار كبنات صغيره مثلا من سن 18 لحد 25 سنه، عايزين مثلا شنط صغيره، عايزين حاجات فيها خص، لا عايزين كروشيه، لا حاجات فيها مثلا لعب، حاجات ميداليات كده. فبدات اعمل المشروع ده، ايه مثلا اللي ينفع ديكورات للبيت، شنط مثلا للبحر حضرتك، حاجات ممكن تنفع للخروج ثانيا خصوصا، بس مش شنط بحر زي ما احنا واخدين الفكره دي، ممكن كمان تنفع للخروج. انا عامله شنطه بالنسبه لي بخرج بيها وبروح بيها الجامعه.